باهي نقول لك اختي نهله، انت من صغرتك معناتها انت مولوده هنا؟ لا مولوده جندوبه. مولوده في جندوبه. اي الحمد لله مستورين، بابا يخدم علينا، بنائي بابا يخدم ونقرا. وصلت للنوفيام ما خرجتي. علاش خرجت؟ الظروف ما عادش توصل. الظروف ما تسمحش. الظروف. انتم برشا اخوه في الدار؟ اربع بنات وولاد. ها؟ انا الكبيره. اي كي بطلت قرايتك شنو عملت؟ بقيت في الدار. تعمل في شيء؟ نعمل شيء في شيء. جا المسيو، تعرفت على المسيو وعرست. باكي عرست جيت لهنا توا للكريب. للكريب. للكريب هذايا، هي ماهيش بعيده على وين انت تسكن. هي قريبه قريبه. باهي. كي عرست تلقى المسيو فلاح انت فلاح. فلاح اي. باهي. ما جاتكش صعيبة من الأول هكا معناتها تقوم للبقرات العلال؟ شكون علمهولك هذا الكل؟ وحدي. كيفاش؟ هكاك نتفرج في التلفزة وإلا نشوف مثلا نمشي للبلاصة ونشوف نساء كيفاش يعملوا، حطيت خبرة في مخي. ها؟ ومكثرية وحدي وحدي. نحط حاجة في بالي هكا ولا حطيت حاجة نحب نوصل لها نوصل لها. باه باه استناني خلي نبدا معك بشوي بشوي خاطر عارفتها اللي هي صعيبه على الاخر معناتها انا تو مازلنا صباح ومازلت دوبلاش معاك معناتها وقت وحسيت معناتها بحجم التعب اللي انت تعمل فيه. عرست حليت عينيك تلقى المسيو عنده بقرات علالش كل شيء؟ لا لا. كيفاش؟ وقت العرس نلقاه هو يزرع في الفلاحه. فلاح. جلبان فول شعير قمح قسابه قرط هكاك. ومن بعد فلاح صغير هوني في في الكريم يكري الارض ويزرع. من بعد بشوي بشوي ولا نحب انا نعملوا نعجات، عملنا من لون نعجات. بديت بشويه انت بشوي كنت تتاقلم معاهم يضل. بشوي بشوي بديت بالنعجتين، من بعد وليت بالخمسه، من الخمسه وليت العشرة. اي ما شاء الله. ومن بعد ولا ال 20 نعجه، من بعد كش وصلنا حتى ال 50 نعجه. ما شاء الله. الخمسين نعجة وصلنا، ومن بعد عملت البقرات بالبقرة بالوحدة وتجي بالوحدة وتجي، ومن بعد كي تولد البقرة نخلي لها بنتها. ربي يعطيها خيره. الحمد لله. ايه هذا قداش من سنة التالي؟ تلقى حكاية ست سنين التالي. ست سنين التالي مش بعيدة معناتها. توا توا. توا توا. من بعد عام السنة الظروف واتت المطر ما ثماش. السنة هي اللي جات كازة. السنة بديت من عمناول واللي هي الحقيقة، أما باقي عمناول خير من السنة. تو عمناول على الاقل صبت الشتاء في الربيع، من بعد صبت في الصيف. الجيل هوش ما ياكل. تو لا تو نورمال موقع جات الدنيا راهي مزروعه وراو الحشيش نابت وراو الشعير نابت. اي ان شاء الله ربي يعطي خيره. نورمال مو احنا وليت عمناول زمن هذا الهوش سارح في الكسي. الدنيا خضراء. اي توا وين تسيبوهم يسرحوا كيفاش ياكلوا توا؟ توا نهزهم العشي نهزهم للواد يعملوا دوره في الواد. تسرح بيه. ها يعملوا دوره في الواد هكاك شويه شويه مساك ياكلوا كالطرف نتاع الواد. انتم توا مورد الرزق نتاعكم وهما هذوما الحيوانات، ما عندكمش فلاح ولا تخدم فلاحه زاد اختي؟ نخدم فلاحه، نخدم في السواني. هذاك السواني نتاع العباد، نحكي على حاجه نتاعك انت. اللي نتاعي انا لا، نزرعوا ونعملوا في خدامي. نزرعوا ونعملوا في خدامه. عندكم انتم تزرعوا اما تجيب خدامه؟ نمشي بخدامه هاي. وكي تبدا مثلا انت ما عندكش ما تجني ولا ما عندكش ما معناتها ما عندكش ما تخدم في الفلاحه تولي تمشي تخدم نمشي مع النساء؟ نمشي معاه من مرك مع من النهار نتاعي، نخدم معاه من النهار نتاعي. اي ما تجيكش متعبه اختي؟ متعبه واش تعمل؟ يلزمك يلزمك باش تجيب قوت ولادك باش ناكلنا الصغار. صحيح يلزم برشا تعب. يلزمك برشا تعب. ما فوق برشا حتى ولو ريتي انت حتى ولو مريضه يلزمني نخدم. معناتها التعب هذا الكل لي شيء باش توصل صغيراتك. باش نوصل صغيراتي هذاكم هما نشوف فيهم ونشوف في ربي. ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم. عايشك. هي هذيك هي المراه التونسيه اذا كان لقيتها شاقيه وتعبه على خاطر صغيراتها ولا عندها حلم هكا تحلم تحب توصل له هذيك هي. هذيك هي ريتي انت الهوايش عندي لبرا اعتبارك انهم هما مع عبيد معي ويعيشوا معي في وسط الدار. بالطبيعه هما كائنات حيه هكا وحساسه ومزيانه وكل شيء معناتها كيما اللي عندك كيما ولادك. كيما ولادي تمرض نعجه كاني مرضتني.
كأني مريض واحد في الدار. خاطر هذيك هذيك قوتك، هذيك رزقك، هذيك كل شيء، معناتها معناتها الدنيا مهومة، هما الدنيا بالطبيعة. وكي يبدا عبدي يحب برشا الحيوانات يولي يحسهم ما نعرفش كانوا حاجة منه. حس حتى كي تمرض نعجة وما هيش هي تاكل تعرفيها لي أنت مريضة. باهي قولي توا التعب هذايا اللي كنا نحكيو عليه والشقاء وسواء برد ولا سخانة، معناتها الكل يجبد من البدن على القليلة. لاقين أنتوما معناتها لاقية قد تعبك؟ ما ثماش السنين صحيح تلقي، اما سنة ابار سنة هو سنة، خاطر ان شاء الله ربي سبحانه كما قلنا سنة باش تحبي مثلا ريتي انت تفضل لك حاجة باش تكسي بها روحك، ولا تاخذي حاجة زايدة لدارك، ولا مشي على ف مشي على ف زايد. لا زايد لا. قولي اختي نهلة، انت وقت لي حبلت بالصغيرات ولدت ما هو لازمك كل ايامات الراحه هذوكم لازمين وقت اللي انت حبله، كيفاش احكي لي كيفاش عملت في الولادة في معناتها في خدمتك هذايا وانت حبله ولا انت ولدت؟ سبع ايام ونربط كرشي هكا خاطر سيزاريا، نربط من هنا بدني منا بالفولاره ونقوم ونقضي. معناتها سبع ايام برك؟ سبع ايام كهو، خدمتنا العادية يومية. ترجع كأنك يوميا خدمة البرة والداخل. إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. عايشك والله العظيم، هذاك معناتها ما هذاك ما نتمنى لكم معناتها، خاطر نحسها حاجة ياسر تعب 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 على الأخ. تعب. أختي نهلة نرجعوا نحكيو على الحليب شوية. قلت لي البقرة قداش طيح لكم هكاك حليب معناتها في النهار؟ تو تنحي لنا حكاية الصباح 10 9، اي ما شاء الله. العشية 5 4، ديما العشية اقل، ديما العشية مرتين اقل في النهار. مرتين في النهار تحلبها. هي اما كي تبدا عالفة به وتبدا ماكلة حشيش اخضر الصباح 10، العشية 15 16 17، على قد ما تبدا هي عالفة على قد ما تجيب الحليب. تبدا هي ما تبدا هي شبعانة على قد هي ما تعطي حليب اكثر. ويلزمك اول حاجه تعملها توا كي تقوم الصباح تمشي تحلب البقره، يلزمك ترتحها على خاطرها هي تبدا متقلقه به الحليب متقلقة. وتحب تعلف في وقتها خاطر يلزمها العلفه عندها وقت محدد، مثلا مستنسه تعلف فيها الصباح الخمسه يلزمها تبقى الساعه 5 ديما الخمسه ديما الخمسه ما تفوت المنظمه البقره يلزمها يلزمها باش تعطي حليبها منظم. والحليب زاد كيف كيف، يلزمك تحلب بالستة، يلزمك تحلب بالستة. أي ما كانش يقلقها وتولي ذرعها يمرض وتولي تعبة بيه. أول ده بتبيع تخلي ليه الذرع متاحة يرضع منها. كي هي تبدأ عندها معناتها يبدأ عندها ولدها البقرة، يلزم أنت ما تحلبهاش الكل، تخلي له شوي. نخلي له نحلب زوز ونخلي زوز. فهمتك، تخلي له باش هو يكمل باش هو يرضع، وهو ابار ما ياكل الحشي زاد والقرط وكل واحد يزيد يرضع من عنده يزيد يرضع. فهمتك. باهي هي كي تجي البقره باش تحلبها لازم تغسل لها، لازم نغسل لها ذرعها بالماء والصابون الاخضر. صابون الاخضر ليه؟ الصابون الاخضر اي باش يعقم على التعقيم وعلى الجراثيم، يتنحى الجراثيم. مثلا هي تبدا رقد على وسخ لازم تغسل لها باش الحليب يبدا نظيف ويبدا نظيف وولدها كي يرضع يرضع نظيف، ذرعها يبدا نظيف. فهمتك. ومن بعديك الحليب يجي الحليب يهزه؟ يجي الحليب يهزه. يجي تصفيه له ولا تعطيه له طول معناتها؟ لا لا عادي، خاطر هو الستيرن نتاعو فيها صفايه من فوق. ديجا بطبيعتها هو يصفي كل شيء ويهز من عندكم. عادي عادي.